أما في نينوى فقد اعتقلت قوات من الشرطة المحلية 8 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الموصل، وذلك بعد معلومات استخباراتية دقيقة. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن المعتقلين كانوا يعملون تحت كنن وأسماء وهمية ويتواصلون مع عناصر التنظيم الإرهابي ويقومون بدور الخلايا النائمة، مشيرة إلى أنهم مشاركون بعمليات إجرامية وإرهابية.